بس في شيء انا ما عم بفهمه هالايام، ليه كل شيء تيصير على الموضه لازم يكون سليم؟ التلفزيون ارفع، الايباد ارفع، التياب سليم فت، ولك حتى الشباب اللي كل عمرهم انه الرجال بلا كرش ما بيسوى شو؟ ما بيسوى قرش، صاروا كلهم على الدايت وبالجيم. وانتباه، مثل زاهي زوجي مثلا بتشوفونا صحانه شوي وهيك، بس هيدي الكاميرا بتنصح بالحياه معدته مقطعه تقطيع. ليكو حتى استوديو على الموضه رايح بالطول، سنه زمان بنصير نصور بالكوريدور انه ترندي.